ممرض واحد داخل هذا المركز الصحي مهمته استقبال مختلف الحالات القادمة من 42 دوارا، ما يجعل من هذه المهمة أمرا شبه مستحيل. ربما أنا الوحيد اللي هنا اللي كان ندير جميع الخدمات، ندير هنا الخدمة ديال الممرض، وكندير الخدمة ديال الطبيب، كندير جلبة. ربما شفتوا شحال من الدراري هنا وشحال ديال العائلات اللي جالسين هنا كيتسناو باش يلقحوا الدراري ديالهم. في نفس الوقت راه كندير الجلبة، وكنمشي ندير التخطيط العائلي، وكندير لا كونسلطاسيون بلاصة ديال الطبيب. يعني المركز الصحي محتاج للطبيب وممرض آخر اللي يعاوننا. ليزاكسيدون في الطريق راه تقريبا أغلبية من اللي جيت هنايا من تقلت من هنايا كان ليزاكسيدون أغلبية تيكونو بالليل، ما كنحضرش هنايا. وثانيا إلا كاينين كاع اش غندير لهم أنا جو نسي با ميديسان. الوافدون على هذا المستوصف تختلف فئاتهم العمرية، فمنهم طفل في حاجة إلى تلقيح، وامرأة في حاجة إلى توجيه، وعجوز في حاجة إلى تطبيب. لا نجد الدواء من أجل العلاج ما يساهم في تأزم الوضع، خصوصا مع قساوة الجو. نحن نسبة الدواوير نطالب بوجود امرأة ممرضة. بدورنا غيرنا الوجهة لنلتقي الدكتورة سناء طبيبة في المركز الصحي الحضري بتزناخت، رغبة منا في تسليط الضوء على مستوى الخدمات الصحية في هذه الدواوير. كيجد واحد بالنسبة للسكتر كنقسمو، كاين معايير ديال أن نقسمو لهم الدواء. حاجة طبيعية راه عمرو غادي يكفى، لأن سقطوا أن المنطقة هي منطقة يعني فيها البرد بزاف، معزولة، الناس كاين الفقر، راه الأغلب ديال الجماعات داخلين في إطار الاندياج، دونك في الغالب كيكون انسوفيزون. وضعية هؤلاء الأشخاص ومعاناتهم المستمرة من أجل الولوج إلى الخدمات الصحية ستستمر وتتواصل إذ ما بقي الأمر على ما عليه، ليصبح الحق المشروع للفرد في العلاج والتطبيب موضع شك وتساؤل. في ختام